برحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم النصائح والتحذيرات والتوقعات ليوم الاثنين يوم 6 نوفمبر 2023. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وتقولوا لي بتتابعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو بتتابعوني من برا مصر بليز تعملوا لايك للفيديو. طيب خلونا نتكلم عن حركة الكواكب، بس قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه، وعايزين كلنا نكثر من الاستغفار في دعاء استغفار لجذب اي شيء تريده قلت لكم عليه، فخلونا نقوله تاني. كاتباه بص كاتباه في ورقه بحيث ان احنا كل ما نيجي نقوله نبتدي الفيديو نقوله. اوكي، الدعاء ده بيقول ده لجذب اي شيء انت عايزه في حياتك، بيقول استغفر الله الواسع الجامع الشهيد النافع، بنقوله 100 مره لمده 122 مره لمده 100 يوم، ده بيحقق لك اي شيء انت عايزه. كمان في توكيدات ايجابيه لازم كلنا نقعد نقولها، يعني مثلا انا عايزه اكون سعيد، اقعد اقول انا سعيده، يعني خدوا بالكم اقداركم على افواهكم، فمحدش دايما قولوا حاجات ايجابيه، تقول الحمد لله انا مبسوط انا سعيد انا كويس انا ناجح انا بحقق امنياتي انا بوصل اللي انا عايزه، فدايما قولوا البوزيتيف افيرميشن هتلاقوا فيه ماجيك بيحصل. يا رب ان شاء الله باذن الله يحفظ الامه، يا رب ينصر الامه الاسلاميه وينصر اهالينا وحبايبنا واطفالنا يا رب في غزه وفلسطين، ويا رب ينصرنا على كل اعدائنا من العدو الصهيوني والكيان الصهيوني، قولوا امين يا رب، ويا رب عم السلام والحب والطمأنينة والأمن لكل بلاد الأمة الإسلامية والعربية، أمين يا رب العالمين. طيب تعالوا نقول الوضع الفلكي ليوم الاثنين. أول حاجة الشمس موجودة في برج العقرب، زي ما احنا عارفين لحد يوم 23، أما القمر فموجود في برج الأسد، بكرة آخر يوم في برج الأسد، هو أوريدي هيتغير لبرج العذراء بكرة، يعني بعد المغرب أعتقد بالليل، يعني بكرة بالليل بعد الساعة تقريبا 10 هيتنقل القمر لبرج العذراء، فبكرة آخر يوم في الأسد، فمن بعد الساعة 10 بالليل الحظوظ والطاقة بتتحول لأبراج الترابية العذراء والتور والجدي. طيب خلونا نقول الوضع الفلكي وإيه التحذيرات والتوقعات. برج الحمل، برج الحمل يور ستيل جود يا برج الحمل، القمر موجود الشمس موجودة في العقرب، يمكن مش موقع داعم ليك، أما القمر فبيدعمك في برج الأسد، فبكرة يومك بتحاول تحل مشاكل، بتحاول تخلص، إنجز كل حاجة أنت عايزها، مشاوير حوارات، لأن عندك طاقة عندك إنجاز عندك أنرجي حلوة، يومك مدعوم، يومك حتى بتهتم بأمور بيتية، بتهتم بأمور عائلية، بتخلص ممكن برضو يبقى في مشكلة بينك وبين البارتنر بتاعك حاول انت تحلها، بس انت افضل بكتير جدا جدا من بعد بكرة، لان بعد بكرة التلاتة هيبقى عندك شغل كتير، هيبقى عندك ستريس عندك ضغط، فحاول تنجز حاول تخلص حاول ما تسيبش اي حاجة وراك يا مولود برج الحمل. طيب يبقى الحمل يومك حلو بس لحد الساعة 10، بعد كده القمر هتنقل لبرج العذراء، بتحس ان بقى حصل فيه دربكة، شايفة عندك اهتمامات منزلية اهتمامات عائلية اهتمام بشريكك، انجز وخلص يا برج الحمل. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر نوفمبر، وقولوا لي يا جماعه اخبار المقاطعه معاكم ايه، هل انتوا قطعتوا ولا لا، يعني احنا الحمد لله في البيت خلاص تمام التمام بصراحه، يعني بس عشان نكون اونست، يعني يمكن الحاجه الوحيده مش عارفين انا عشان عندي ادمان على الموضوع شويه فيروز، يعني انا بشرب فيروز كتير قوي بيبسي كتير جدا، بس ماكدونالدز ستاربكس كل ده الحمد لله الحمد لله احنا 100% مقاطعه. قولوا لي انتوا يعني بدانا نريبليس بلوكال براندز، يمكن مش بنفس الكواليتي بتاعه البراندات اللي هي بتدعم الكيان الصهيوني ابن الكلب ده، معلش سوري يا جماعه، بس يعني اعمل ايه يعني، بس مش مشكله نحن الاقوى. طيب بعد كده برج الثور، انت يا برج الثور لازم تحضر وتخلي بالك، بس بعد الساعه 10 بالليل انت افضل بكتير جدا، لان قمر العذراء هيدعمك، بس قبل الساعة 10 خلي بالك يوم طاقتك فيه منخفضة، يوم عندك شغل فيه كتير، ممكن تحس ان فيه تأخيرات تأجيلات تعطيلات حاجات عمالة توقف، الدنيا مش ماشية افضل حاجة، تحس ان انت out of the mood مودك مش حلو عندك مشاكل، فبرج بكرة برج الثور انت لست الافضل على الاطلاق، اما بعد بكرة انت ملك من ملوك الحظ بالرغم من معاكسة الشمس والمريخ وعطارد في وشك، بس يعني حاول ان انت اي حاجة مهمة اجلها لبعد بكرة يا برج الثور، عدي بكرة على خير ان شاء الله باذن الله. يا رب شكرا يا جماعة لكل الناس اللي عمالة تقولي كلام حلو بجد، ثانكيو ثانكيو من كل قلبي، يا رب يكرمكم ويدعمكم يا رب ويسعدكم ويهنيكم ويجعل لكم في كل خطوة سلام، يعني السلام والطمأنينة يا جماعة يعني من اكتر النعم اللي ربنا بينعمها علينا والله العظيم، ويا رب يرحم شهدائنا يا رب العالمين امين، ويعني يجعلهم في الفردوس الاعلى امين يا رب.
نيجي بعد كده لبرج الجوزاء. يومك حلو قوي يا برج الجوزاء، عندك ثقة في نفسك، بتخلص، عندك اجتماعياتك حلوة، بتقابل ناس حلوة، شايفاك بتخلص حاجات، يومك فيه لقاءات عاطفية كويسة، لقاءات مع أصدقائك، يومك مدعوم جدا لأن قمر الأسد بيدعمك يا برج الجوزاء، فحاول تنجز، حاول تخلص مشاويرك، يومك حلو، يومك تحس إن أنت أي حاجة بتعملها ماشية معاك كويس، اليوم ماشي وسالك كده، فأنت من الأبراج المحظوظة جدا جدا، وطاقتك حلوة قوي يا برج الجوزاء، فاستغل اليوم لأن بعد بكرة طاقتك هتكون منخفضة لمدة يومين، فيعني أي حاجة مشاوير أو حاجة أنت محتاج فيها آراء، مكالمات مهمة، خلص كل حاجة وانجز كل حاجة يوم الاثنين يا برج الجوزاء. يبقى كده الاثنين 6 نوفمبر الحمل تمام، الجوزاء تمام ان شاء الله باذن الله. نيجي بعد كده على برج السرطان. يومك مشغول يا برج السرطان، في حركه كتير، في شغل كتير، في تظبيط امور، ورقيات كتير، في بيت المال عندك، فاما عندك مصروفات كتير، بتنظم فلوس، بتحسب، عندك حسابات، بتنظم حسابات، يا اما بتنظم صرفت ايه وما صرفتش ايه وراك ايه، فعمال عندك يوم فيه حسابات كتير، ورقيات كتير، بتخلص حاجات حكومية، بتخلص حاجات شغل متأخر، فيومك مشغول جدا، بس انت افضل بكتير جدا جدا يا برج السرطان من بعد الساعة 10 لما القمر يتنقل، يعني من بعد الساعة 10 بالليل القمر يتنقل العذراء صديق ليك، فعندك يومين حلوين جدا جدا يا برج السرطان، يعني يوم 7 و8، الثلاث والاربع يومين مدعومين، يومين اقوياء، يومين حلوين جدا بالنسبة لك. ندخل بعد كده على برج الاسد. برج الاسد هو هو الملك والملكه، شايفاك مهتم بشكلك، مهتم بالستايل بتاعك، بلبسك، عندك لمه حلوه، عندك لمه عيله، بتقضي وقت حلو مع بارتنر بتاعك، انت الملك والملكه يا برج الاسد، فاستغلوا طاقه اليوم ده، انجزوا، خلصوا كل حاجه متاخره، يومكم حلوه قوي، يومكم مدعوم قوي، حاسس بقيمه نفسك، عارف قيمه نفسك، ثقتك نفسك عاليه، عندك استحقاق عالي، لان بعد بكره طاقتك هتنخفض، يبقى عندك شغل كتير وعندك مشاكل شويه في حياتك شويه برج الاسد او ضغوطات، فانجز يا برج الاسد، بكره كل حاجه متاخره عندك. يبقى لحد دلوقتي يا جماعه الابراج الاكثر طاقه والاكثر دعما واللي يشتغلوا على اليوم ده وينجزوا فيه الحاجات المتاخره 1 الاسد، 2 الحمل، 3 الجوزاء، اما برج السرطان يحذر وبرج الثور يحذر. نيجي بعد كده على العذراء الغلبان اللي هو برجي. يومك مشغول قوي يا برج العذراء، زحمه، شغل كتير، حركه كتير، مشاوير كتير، لازم تنجز، بتشتغل على قدم وساق، ما عندكش وقت، يعني طول اليوم عمال بتسعى، طول اليوم عمال تشتغل، طول اليوم دربكه، طول اليوم شغل ولخبطه ودربكه، فانت افضل بكتير جدا جدا بعد الساعه 10 القمر هيتنقل في برجك، بعد كده 3 و4 يومين حلوين قوي، 3 و4 يومين مدعومين جدا، يومين انت فيهم مبسوط، فرحان، عندك طاقه حلوه، بتنجز. ثانك يو يا يارا، بتقولي بحبك قوي، انا كمان بحبك يا يارا، شكرا على الكومنت الجميل ده. يعني برج العذراء بكره يوم الدربك زي النهارده بذمتكم يا برج العذراء، عشان العذراء زيكم لازم نتكلم عن العذراء شويه. انا النهارده يومي كنت بغسل مواعين، والله العظيم بسيق يا جماعه، برضو ما بقالي يومين الشغاله بتاعتي اجازه، فانا بقى ايه، عارف انت اللي هو عكلو، انا عكلو في البيت بقى، ماشي بالموب بقى، وتك تك تك تنظيف، بصوا ضوافري كلها اتقطمت، طبخت، عملت حاجات كتيره قوي، وكان عندي شغل الصبح، وكان عمال اعمل في عمر لعمر في نجس وكشري ومش عارفه ايه، فيعني يومك زحمه يا برج العذراء زي النهارده. اما من بعد الساعه 10 فانفراجه، اي حاجه مهمه يعني بكره نظم يومك، والنهارده نظم يومك، ما تخليش حاجات تعطلك او تاخرك، ممكن تلاقي طاقتك منخفضه شويه، عندك تاجيلات، عندك تعطيلات، فانت بعد بكره افضل بكتير جدا يا عذراء. كل واحد يقول لي النهارده كان يوم عامل ازاي، وحياه امي النهارده يا جماعه انا ما فضيت ثانيه لحد دلوقتي، انا كنت بصوا ايدي اتحرقت، حتى كمان ايدي اتحرقت من الزيت، عماله طول النهار احمر واقلي واقلي واحمر واشمر، يعني خلاص تعبت. طيب يا جماعة أنا عايزة أحيي وأشيد بموقف الفنان محمد سلام، يعني اللي اعتذر من موسم الرياض بالرغم من الهجوم الكتير اللي عليه، وبالرغم من هما شالوه من أعمال درامية كتير جدا، بس الشخص ده لازم نقوله برافو، يعني ويلدن، يعني ربنا يكرمه يا رب، وربنا يرزقه ويبارك في رزقه، وكفاية الموقف إن هو قالك يعني أنا شايفة إن بأشيد بموقف ده، رجل والرجال قليلون. وبرضه السبيتش اللي عمله احمد مكي قوي جدا جدا، احمد مكي من الناس المحترمين جدا 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 يعني. طيب نيجي بعد كده على برج الميزان. بكره يومك حلو قوي، مدعوم قوي، يوم اشتغل فيه على اي حاجه انت عايزها يا برج الميزان، هتلاقيها ماشيه، هتلاقي الدنيا كده زي السكينه في الحلاوه يا برج الميزان، يومك مضمون، يومك انت مبسوط فيه، بتنجز فيه، عندك طاقه سعاده، طاقه انجاز، بتخلص كل حاجه متاخره، فانت الابراج المحظوظه والمدعومه بكره. اما بعد بكره يوم
رخم بقى يا برج الميزان، في اي مشاوير اي حاجه مهمه خلصها وانجزها، مكالمات مهمه، شغل مهم، مشاوير مهمه نخلصها، يبقى انت تنضم للابراج الاكثر حظا. عقرب شغل كتير، ستريس، توتر، ضغط، عصبيه، نرفزه، خلي بالك يا برج العقرب، قلق، طاقه قلق، 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 قلقان على حاجه، متوتر، مرتبك، عندك لخبطه، عندك عدم استقرار، مش افضل ايامك يا برج العقرب، فانت افضل بكتير جدا بعد بكره، فاي حاجه مهمه يا برج العقرب اجلها لبعد بكره، وحاول تخلص وتنجز برضو الحاجات اللي وراك. فعقرب تك كير، يبقى عقرب، ثور، عذراء، سرطان، خلي بالكم. نيجي بعد كده للقوس، انت مالك من ملوك الابراج النهارده يا برج القوس، الاثنين يوم 6، فانجز خلص، عندك افكار حلوه، عندك كاريزما حلوه، ناس بتتسقف لك، عندك سعاده، عزومات، مبسوط، فرحان، عندك لقاءات عاطفيه، بتقضي وقت ممتع، استمتع بحياتك كده، فانت من الابراج المحظوظه جدا جدا. انا شايفه ان انتم من الابراج الاكثر حظا يا برج القوس، استغل اليوم لان بعد بكره عندك برضو لخبطه، ويعني مش من افضل ايامك. نيجي للجدي، الجدي يوم انت عندك حيره فيه، عندك لخبطه فيه يا برج الجدي، عندك افكارك مشتته، افكارك ملخبطه، يوم انت اروح كذا ولا كذا، حيره، طاقه حيره، طاقه مش عارف تاخد القرار السليم، لخبطه، عدم استقرار، عدم انجاز، فخلي بالك يا برج الجدي، اي حاجه مهمه ناجلها لبعد الساعه 10. اما يوم 7 و8 عندك امنيه هتتحقق، فاجل كل حاجه مهمه ليوم 7 و8، وبلاش تاخد اي قرارات متسرعه او قرارات هوجائيه، او تعمل اي حاجه ممكن تندم عليها يا برج الجدي، احذر يا برج الجدي، ممكن تعمل حاجه تندمك او ترجعك لورا، فخلي بالك، عدي اليوم، عدي يا ليلى، عدي يا ليلى، عدي يا ليلى. انا عارفه ان مواليد برج الجدي يا جماعه من الناس اللي تعبت جدا جدا في بدايات شهر نوفمبر، قولوا لي صح ولا لا، بس 7 و8 يومين عندك احتفال فيهم، خبر حلو فيهم، فيو ار هابي يا برج الجدي. نيجي بعد كده على برج الدلو، اوه يا برج الدلو، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، انت متعصب، متنرفز، متضايق، مخنوق، عندك ممكن حد يستفزك، حد يخرجك بره، عندك مشاكل مع البارتنر بتاعك، مشاكل في الشغل، مشاكل في حياتك الشخصيه، ازمه، حاجه تحصل لك تضايقك تزعلك، فعدي اليوم ده، لان القمر، الشمس مش في موقع داعم ليك، وكمان القمر في موقع معاكس ومضايقك يا برج الدلو، فانت افضل بكتير جدا لما، يعني على الاقل معاكسه القمر هتسيبك من بعد الساعه 10 بالليل لما القمر يتنقل برج العذراء، فعدي اليوم كده بهدوء، بلاش عصبيه، بلاش نرفزه، بلاش حد يخرجك بره الريزم بتاعتك او يستفزك. برج الحوت، انت يا برج الحوت يومك شغل كتير، يومك حركه كتير، مطلوب منك حاجات كتيره، مصاريف كتير برضو، يومك زحمه، يومك شغل حركه، بس في الاخر بتلاقي نتائج، انت يومك يعني حاول تنجز وتخلص كل حاجه فيه، لان يوم 7 و8 يومين صعبين جدا جدا بالنسبه لك يا برج الحوت، عندك شغل كتير، لان القمر هيكون في وشك في الدائره الفلكيه في برج العذراء، فاي حاجه مهمه خلصوها بكره، لان 7 و8 يومين صعبين جدا جدا بالنسبه لك يا برج الحوت. انا مش عايزاك تاجل حاجات مهمه ل 7 و8، لان 7 و8 ممكن يكون فيهم تعطيلات، تاخيرات، الدنيا مش افضل حاجه، تلاقي الدنيا عصبيه، نرفزه، فسواء النهارده بكره وبعده يومين اقوياء جدا جدا بالنسبه لك. طيب هاي كل دول عذراء يا جماعة، بصوا انا فيه دلوقتي حوالي 1200 شخص، منهم تقريبا 1000 عذراء و200 شخص ابراج تانية. هيا برج العذراء، انا عملت لكم النهاردة يا برج العذراء توقعات برج العذراء، اتفرجوا عليه. طيب مين هم ملوك الحظ يوم الاثنين، يوم 6 نوفمبر تشرين الثاني، الابراج اللي تشتغل على اليوم ده؟ 1 الاسد، 2 القوس، 3 الحمل، 4 الميزان، 5 الجوزاء. طيب مين الابراج التي يجب ان تحضر؟ 1 الدلو، 2 الثور، 3 العقرب، 4 العذراء، 5 الجدي، 6 الحوت، والسرطان كمان، يخلي بالك، والسرطان طبعا هو افضل من اليومين اللي فاتوا، لان السرطان كان فيه حاله، سوري، الجدي اللي كان عنده مشكله. طيب يا جماعه برج الجدي كمان خلي بالكم كويس قوي قوي يا برج الجدي. طيب قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه الفتره الجايه، والحجز استشاره خاصه او قراءه خاصه او جلسه تخاطر روحي او جلسه جذب شريك الحياه، بليز تبعتوا على الايميل، وان اوف ماي تيم هيرد عليكم بكل التفاصيل. اي لاف يو اول، بحبكم جدا، شكرا لكميه الطاقه الايجابيه، وعايزه اقول لكم يا جماعه بجد نصيحه مني كراشه مراد ليكم، تفائلوا بالخير تجدوه، اللي بيخرج من بقك ليه طاقه، في اي كلمه ما تقعدش تقول انا فاشل، ما تقعدش تقول انا حظي وحش، انا منحوس، لو انت قلت كده هتجذب النحس، هتجذب الفشل، هتجذب بالعكس، قول انا ثري، انا عندي وفره، انا ناجح، انا سعيد، انا مبسوط، انا قوي،
انا قوي، انا شخصيتي قويه، حتى لو انت شخصيتك ضعيفه كل شويه تقول انا اصلا شخصيتي قويه، انا شخص قوي شخصيتي قويه. يعني انا يا جماعه كان عندي one of my clients، هي كانت عامله سيشن عشان تطوير الذات، احنا بنعمل سيشنز كمان عشان تطوير الذات، هي كانت بتقولي رشا انا شخصيتي ضعيفه قوي في وسط زملائي في الشغل وما بعرفش اتكلم وما بعرفش. قلت لها كل يوم تقولي انا شخصيه قويه، انا شخصيه قياديه، انا واثقه في نفسي، كل يوم اقف قدام المرايه اقولي كده. هي بعد اسبوع جت تقولي رشا انا بقيت بجد بقيت بحس ان انا قويه، ان انا شخصيه واو، بقيت حاسه فيك التليو ميكت يا جماعه، فيك التليو ميكت. شكرا، اي لاف يو، يو ار سو بيوتيفول كلكم والله. ثانك يو، باي باي، مع السلامه.